نجد فقرتنا دلوقتي فقرة الفوتوشوب، حطيناك في بعض الصور أو في بعض المواقف أنت مش فيها، وهنبتدي نعلق على صورة صورة. تسمح لي أوري لك أول صورة؟ مين اللي اختار الحاجات دي؟ أنت؟ فريق الإعداد. إحنا بزمتك؟ كفريق إعداد إحنا على فكرة إحنا فريق عمل واحد. مين قائد فريق الإعداد؟ إحنا كلنا فريق واحد. خلاص أنا فهمت. تحب تشوف الصورة الأولى؟ يلا بينا. يلا. ماجد المصري بين سيرين عبد النور وغادة عبد الرازق. أنا المفروض كنت حابة يبقى في صورة تانية معاهم، هيفا وهبي، أنا اللي هزودها. ممكن؟ اتفضلي. طيب لو قلت لك مين في التلاتة بالنسبة لماجد المصري أكثر أنوثة؟ لازم أختار واحدة بس؟ آه. لا فيه مش السؤال ده. ليه؟ ما ينفعش، اصل هما الثلاثه كلهم انوثه، يعني كل واحده ليها انوثه. كل واحد ليه راي، ليه ذوق. ايوه ماشي، بس مش لازم اقوله معلن على الهوا كده، ما ينفعش. ايه المشكله؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. عيب طبعا، ما ينفعش. عيب؟ اه ما ينفعش. طب هتقولي بره الهوا؟ موافق. طب مين اكثرهم تمثيلا بقى؟ اكثرهم تمثيلا غادة عبد الرازق. يعني حد ارتحت قدامها وهي يعني غادة عبد الرازق؟ لا انا ارتحت قدام الثلاثه. اه انت قلتي سؤال وبعدين قلتي سؤال تاني، فتعالي نجاوب على سؤال. طيب. سؤال قولي سؤال. اكثرهم موهبه؟ لا. اللي بتقف قدامها بتطلع ما فيك، بتعلي برضو ادائك. برضو قلتي حاجه، اكثرهم موهبه. طيب. الثلاثه موهوبين. مين الثلاثه موهوبين؟ موهوبين جدا. انت قلت غادة عبد الرازق في لا الاول. انت قلتي يعني مين اكثرهم في التمثيل او مين اشطرهم او حاجه زي كده؟ مين اشطرهم؟ شوفي هي طبعا، لان غادة عبد الرازق معروف ان هي ممثله قويه جدا، شغلتها ممثله. اوكي، فما ينفعش ان انا احطها في مقارنه مع هيفا، ما ينفعش احطها مقارنه مع سيرين. هيفا وسيرين اصلا مطربات، كويس، اقتحموا عالم التمثيل بس بقوا فنانين شاملين خلاص. بالظبط، بيمثلوا وبيجتهدوا وبيحاولوا يقدموا شكل كويس. اوكي، لكن غادة عبد الرازق ممثله محترفه، محدش يقدر ينكر ده خالص.